أنت حينما تطيع الله عز وجل تصطلح مع فطرتك، حينما تطيع الله عز وجل تصطلح مع نفسك، حينما تطيع الله عز وجل تنام قرير العين، تشعر بالرضا، تشعر بالتوازن، تشعر بالتألق، تشعر بالتفوق، لأنك حققت الهدف من وجودك، لأنك أديت الرسالة التي أمرت أن تؤديها، لأنك تمتعت بخصائص نفسك. فلذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال بعض المفسرين الآية واضحة، لكن ما بال الأغنياء والأقوياء معهم أموال لا تأكلها النيران؟ فأجاب هذا المفسر إنه ضيق القلب، هذا الضنك يعني في القلب شدة وقلق وإحباط وخوف، لو وزع على أهل بلد لكفاهم. صحيح. إذن الإنسان حينما يصطلح مع الله يصطلح مع نفسه، يصطلح مع فطرته، ويعيد التوازن لنفسه بكل معنى الكلمة. وهذا الذي قاله الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآن نعالج قضية نفسية. أن إنسان خرج عن منهج الله، أقول عن وعي أو عن غير وعي، أو خرج عن مبادئ فطرته عن وعي أو عن غير وعي، لأن هذه الفطرة مصممة على منهج الله، فإذا خالف الإنسان منهج الله يشعر بضيق. هذا الضيق يعبر عنه بالكآبة، يعبر عنه بالقلق، يعبر عنه بالإحباط، يعبر عنه بأشياء كثيرة، وله آثار مؤلمة جدا. الردود الفعل قاسية جدا، اضطراب شديد، إذا عاقب بقسوة غير معقولة، في اضطراب داخلي، في نفس كالمرجل تغلي من بعدها عن الله. أو أنا سأقترح وصفا لهذه الحالة: اختلال توازن. هذا الاصطلاح يعني جميل ودقيق في كل معنى الكلمة، يعني هو الإنسان اختلال التوازن. أحيانا أنا أقول دائما في أربع أشياء بحياة الإنسان: علاقته بربه، وعلاقته بأهله أقرب الناس إليه، وعلاقته بعمله، وعلاقته بصحته. فأي خلل أصاب أحد هذه الأركان الأربعة ينعكس على الثلاثة، صحيح، شئنا أم أبينا. لذلك أنا أقول دائما النجاح شمولي. أنا لا أقبل أن ينجح الإنسان في عمله ويخفق في بيته، لا أقبل أن ينجح في بيته يخفق في عمله. لا أقبل أن ينجح في بيته وعمله ولا يعتني بصحته. لا أقبل أن ينجح في بيته وعمله وصحته وعلاقته مع ربه مقطوعة. لا يمكن أن تفهم هذه يعني المسألة. إذا أردت أن أضع بين إخوتي المشاهدين هذه الحقيقة الدقيقة، يجب أن نتحرك على خطوط أربع: أن نصلح علاقتنا مع الله أولا، تأتي السكينة، يأتي الرضا، تأتي السعادة، تأتي الثقة، يأتي التفاؤل، يأتي البشر. وأن نصلح علاقتنا مع أهلنا أقرب الناس إلينا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. الله، يعني أنا الله أقول ما. كلمة أتمنى أن تكون واضحة، يعني إبليس همه الأول أن يفرق بين الزوجين، يكره الإنسان بأهله ويغريه بغير أهله، هذا هو الفساد. بينما المؤمن يسعد بأهله. النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله على حب عائشة، قال: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. أقرب، يعني ابتسامته، مودته، تواضعه، ظرفه، إناسه لأهله، بسطه النفسي، نعم، وامتداده النفسي والعاطفي، نعم، لأهله يعني للقانون الإلهي، نعم. لذلك نعم، النبي الكريم جعل علاقة المرء بأهله هي الخير المطلق، قال: خيركم، اسم تفضيل، صحيح، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. لأنه نعم، الخير خارج البيت بالتعبير الحديث بيزنس. قولوا مزاريبه لبرة، مصلحة. الإنسان حريص على سمعته، على مكانته، على على هيمنته، نعم، على شعبيته. فتلاقي لبق، لطيف، بيعتذر، بيبتسم، أنيق، بس البطولة أن تكون في البيت.
هكذا بهذا المستوى، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. جميل.